السلام عليكم. شكرا اخواتي الاخوان من مدينه وزان واقليم وزان اللي جاوا يشاركوا معنا في هذا اللقاء. مجموعه ورشات اللي كيتناقشوا طرحت مجموعه ديال الاشكالات واللي كيتبين خلال اللي شفت انا واللي سمعت ثم كذلك التقرير او الملخص ديال التقرير النهائي ان وزان ما فيها والو. مع الاسف كنتاسفوا وزان مدينه تاريخيه واللي فيها الزاويه دار الطمانه واللي كان عندها تاريخ. كنطرحوا على انفسنا السؤال علاش وصلت لهذا الوضع اللي هي فيه الان. دابا ما غنبكيوش على الماضي، خصنا نشوفوا المستقبل. مجموعه الامهات بالاكيد عندهم وليداتهم اللي قراو جالسين بلا شغل، كاين اللي مريض ما لقاش السبيطار، كاين اللي باغي يقري وليداتو ما لقاش فين يقريهم ولا بالمستوى المطلوب. في الوقت اللي وزان انتجت أكبر عدد من المفكرين والمهندسين. كي اللي جالس معنا الآن سي أحمد بواري. هذا نموذج والصباح تلاقيت واحد الشاب باقي صغير وكنشوفه ديما بين الجيل القديم والجيل الجديد. كاين امهات ناضلو باش وليداتهم يقراو ويتخرجوا مهندسين واطباء الى غير ذلك. اذا وزان قادره تعطي، اللي ما قادرش يعطي هما اللي كيجيو كيسيروا وزان. وانا كنستمع كاين شي حوايج اللي ما كانش خصني نعمل فيهم تصريح، ولكن اليوم مجبر باش نعمل تصريح من خلالكم السيد رئيس الحكومه. مع الاحترام الكامل يعني ماشي شخصي، هادشي مؤلم انه كنشوف وزان عايشه هذا الوضع. الصباح كان معنا السي عبد القادر المسناوي ولد وزان من كبارات رجال المغرب، اليوم اكسبير كونطاب كبير جدا في الدار البيضاء، عنده اسمه في وزنه ولد وزان. وقبل ما نعمل تصريح السيد رئيس الحكومة بغيت نقول لكم أن جلالة الملك نصره الله سيدنا الله ينصره لما خد الحكم في 99 أول جولة عملها من الشمال وطلق مشاريع كبرى تطوان، أنجا، حسيمة، مضيق فنيدق، مرتيل. طلق هذه المشاريع وبداو كيعطيو حنا كنشوفو في تطوان شنو عندنا وكنشوفو المضيق والميناء المتوسط في طنجة، البرنامج ديال التجهيز ديال طنجة، العريش، الشاون، وزان. كيطرحو السؤال واش حنا تابعين لهذ الجهة ولا ما تابعينلهاش؟ واش حنا باقيين تابعين سيدي قاسم بالخصوص وزان ولا تابعين الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة؟ كان من المفروض ان المسؤولين على المستوى الجهوي انهم يعملوا واحد التوازن، بما ان الدوله صرفات اموال طائله في بامر من جلاله الملك، لا في الحسيمه لا في تطوان لا طنجة مضيق فنيدق الى غير ذلك. كانوا المسؤولين ديالنا على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي يتوجهوا الوزان والعريش والشفشاون والقصر الكبير كذلك، لانهم توما عندهم نفس المعاناه. اليوم عندنا واحد لجنه وطنيه اللي نصبها سيدنا الله ينصرو كتشتغل على النموذج التنموي. هما كيشتغلوا غادي يخرجوا لنا واحد التصور ديال النموذج التنموي. واش هذا النموذج التنموي غادي ينفذوه بنفس المؤسسات التي تجاوزها الزمن؟ لا. إذا
غادي نعاودو نكرسو نفس الوضعيه اللي حنا فيها. وهادشي حنا كنرفضوه، ما يمكنش هاد الوليدات الصغارين اللي كاينين معنا اليوم، نتوما عانيتو صبرتو قريتو وليداتكم وصابرين، ولكن هذوك الوليدات ما عندهم حتى شي ذنب انهم يعيشوا نفس الوضعيه ونمشيو من واحد 100 سنه واحد اخر. كنقول من هنا كنقول رئيس الحكومه بقى سنه الانتخابات خصو يجمع زعماء الاحزاب السياسيه اغلبيه ومعارضه داخل البرلمان وخارج البرلمان، باش كاملين ان الفقر هو المشكل ديال الجميع، تهميش مشكل ديال الجميع بغض النظر عن الانتماءات السياسيه، ولكن خصنا مؤسسات قادره لمواجهه هذا الفقر وهذه الهشاشه، تنمي السياحه، تنمي النقل، تحارب هذه الاشكالات اللي طرحتو ديال التشغيل، ديال البطاله، ديال الهجره، ديال الانتحار اللي بدات كتعرفوا المنطقه ديالنا. اذا رئيس الحكومه الان ما يخليناش تتقرر الانتخابات تبقى شهر وكون كاجي نعدلوا شي مواد في القانون وندوزو هذا ونعاودو نجيو نفس المنتخبين ونفس المؤسسات المنتخبه. خصنا ناخذ وقتنا كما سيدنا وضع لجنه وطنيه لوضع تصور ديال نموذج تنموي جديد، في المقابل خصنا مؤسسات قويه قادره على التنفيذ باش يمكن لينا نحلوا هذه المشاكل اللي طرحته كامله، من وزان، من دار الضمانه، من الزاويه. سيد رئيس الحكومه الله يجازيك بخير، اجمع الاحزاب السياسيه نجلسوا نتذاكروا بعقلنا، خليوا الخلافات ديالنا جانبا، عندنا خلاف واحد هو كيفاش نحاربوا هذا الفقر، هو كيفاش نواجهوا هذا التهميش، هو كيفاش يقراوا وليداتنا، هو كيفاش نمشيو عند الطبيب، هو كيفاش نتنقلوا في حريه، هو كيفاش نربطوا المدن فيما بينها، هو باش نستافدوا جميع من ثمار التنميه التي يعرفه الشمال. شكرا. أخوات الإخوان.